السلام عليكم. اليوم نشرح حرف الواو بالخط الديواني. نقوم بتكملة سلسلة الحروف. وصلنا لحرف الواو. حرف الواو نتكلمنا عنه سابقا لما كتبنا الراء. رأس الحرف، ننتبه على هاي المنطقة. هذا حرف الواو. هنا تكلمنا لما كتبنا حرف الراء، تكلمنا انه حرف الراء هو نفس حرف الواو، فرق هذا الجزء اللي هو الرأس. رأس الواو، رأس الواو قلنا كتابته نفس ما كتبنا الفاء القاف، نفس الشيء تماما. هذا واحد، وهاي نصعد اثنين وننزل، والباقي هو مثل حرف الراء. هذا عملنا هاي الإضافة هي حرف الراء، وهذا حرف الواو. هذا بالنسبة للواو المرسل. حرفين اكو، حالتين، حالة الواو المرسل وحالة الواو المجموع. الواو المجموع، الواو المجموع مثلا يجي اذا جت كلمة واو بها حرف واو وبعدها الف، حرف الف. نا طبعا هذا حرف الواو بشكل مفرد. إذا جاء بعده حرف ألف يصير بهاي الحالة. هنا حاليا بدينا نشرح، أنا ذكرت مرة بأحد الفيديوهات إنه الديواني بيه سطرين، السطر الأول والسطر الثاني. من راح نسوي، من راح نشتغل على أسطر، راح نبدي نعتمد هذا السطر الأساسي اللي تقعد عليه كل الحروف اللي مثل النون، الواو المجموع، كلها تقعد عليه. والسطر الثاني مثل هيج حالة راح يكون عندنا هذا السطر وهذا سطر. الفرق بيناتهم سمك قلم، هذا اسمه سمك القلم. من القياسات عندنا مثلا النقطة، أحيانا نص نقطة، وعندنا قياس اسمه سمك القلم. هنا أثناء الكتابة اللي راح نشتغلها اللي أسطر، تركيب الأسطر، راح نتكلم عن هذا الشيء بالتفصيل أكثر. فهنا قلنا هنا عندنا حرف الواو، حرف الواو في حالة بعد حرف ألف، حرف الواو المجموع في حالة حرف ألف بعده يكون بهاي الحالة. مثلا حرف الواو المجموع نقدر نكتبه إذا كان عندنا كلمة وبها واو وبعد راء. إذا كان عندنا واو وبعد راء نجمع الأول. إذا كان كلمة بها راء وبعدها واو ممكن نجمع الراء ونرسل الواو، لكن في الواو أكثر موجودة شغلة الجمع. فهنا قلنا مثلا الواو المجموع ممكن يجي ويا الألف، ممكن يجلس بعد حرف ثاني، مو شرط راء، أي حرف ممكن يجلس بعده. هاي بالنسبة اليوم أخذنا حرف الواو المرسل، ومثل ما شرحنا عنه أنه هو نفس جسم الراء، فقط الرأس يختلف، وهذا الرأس موجود في الفاء والقاف مثل ما أخذنا، والواو المجموعة. وإن شاء الله بعدها نكمل السلسلة.
سلسلة الحروف. شكرا لكم.